يعني خلاص هي اخبار زي ما بقول لحضراتكم كده بتخص النادي الاهلي في الجرايد. نبتدي بالاهرام واللي اتكلمت على ان كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي بيستعدوا للسفر للكونغو مبكرا قبل الفريق بحوالي 24 ساعه، يعني مباراه ان شاء الله بكره امام بتروجيت. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي طبعا مدير الكره والمدير الاداري للنادي الاهلي هيسافروا ان شاء الله يوم الثلاث علشان يوصلوا قبل الفريق ب 24 ساعه اللي هو باذن الله مقرر سفره يوم الاربعاء القادم استعدادا لهذه المباراه اللي هتكون يوم السبت الجاي ان شاء الله. بالتالي هم هيروحوا علشان يطمنوا على كل ما يخص الفريق هناك، سواء من ناحيه الاقامه مقر اقامه الفريق او فندق الاقامه الخاص بالنادي الاهلي في الكونغو، او كمان من حيث ملاعب التدريبات اللي ان شاء الله هيتمرن ويستعد من خلالها النادي الاهلي لمباراه فيتا كلوب. هذه المباراه الهامه ومباراه اكيد هتكون صعبه جدا لان فيتا كلوب موقفه صعب شويه في المجموعه، وفي نفس الوقت فريق كبير وعنده جماهير كبيره جدا، ومن هنا هتكون اهميه هذه المباراه، ومن هنا هتكون صعوبه هذه المباراه. هو بيحتل المركز الاخير في المجموعه الرابعه، فبالتالي هيبقى مطالب بالفوز ان شاء الله ما يوفقش ويفوز على النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه تطمنه شويه قبل مباراه شباب الثوره اللي هتكون في مصر عشان ان شاء الله يضمن الصعود للادوار المقبله، وبدايه بدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان اللي عايز اتكلم عليه في نفس الخبر ده، وان الجهاز الفني بيعلق على قصه صالح جمعه، وكلام كتير دايما على صالح جمعه، مع يعني بحس ان الاعلام كده بياخده كماده سهله وخصبه للحديث عن هذا اللاعب صالح جمعه، وهما بيقولوا ان صالح ملتزم وفرصته جايه، وكمان يعني بينفوا بتعليقهم ده ان اللاعب طلب ان هو يمشي. احنا سمعنا كلام كتير الفتره اللي فاتت على صالح بقى ملتزم فلازم يلعب وفي ضغط كبير جدا واللاعب زعلان انه ما بيلعبش وكلام من ده، واعتقد ان صالح بنفسه طلع امبارح كتب تويته مهمه جدا وعلق على الموضوع ده، وقال ان هو عارف جدا دوره داخل النادي الاهلي، وقال ان هو جزء صغير من كيان كبير جدا في النادي الاهلي هو بيدين ليه دايما بالفضل. ده كان تصريح صالح جمعه على حسابه الشخصي على تويتر. بالتالي اللاعب ملتزم، فرصته ان شاء الله هتيجي اكيد، لان هو لاعب عنده امكانيات كبيره جدا، واللي بيتابع تدريبات الاهلي هيشوف ان صالح جمعه وزنه قل جدا. اعتقد رجع صالح جمعه 5 سنين ورا، مستواه البدني كمان اصبح جيد. على فكره هو الفتره اللي فاتت كان عنده اصابه خفيفه في العضله الخلفيه، عشان كده كان بعيد شويه، ما كانش بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، لكن بقاله 4 5 ايام بيشارك في التدريبات بشكل جيد، ومن الوارد ان يتم استدعائه بالتحديد للمباريات المحليه في بطوله الدوري، لان احنا زي ما احنا عارفين صالح جمعه مش مقيد افريقيا مع النادي الاهلي، لكن بشكل عام اللاعب ملتزم، واعتقد ان صالح جمعه خلاص خد درس مهم جدا من المراحل الكبيره الماضيه اللي هو مر بيها واللي عطلته بشكل كبير جدا في مسيرته الكرويه، واللي كان ممكن نشوفه افضل من كده بكتير، لكن الوقت لسه امامه. باذن الله صالح جمعه هيكون احد العناصر المؤثره بشكل كبير قوي مع النادي الاهلي خلال المراحل المختلفه المقبله.